أنيس في ناس سافروا لأفغانستان وعاش هناك. أفغانستان؟ بيعمل إيه هناك؟ أيوة عاش هناك، هرب جوه الحرب اللي هناك زي ما هرب قبل كده للبحر. مش معقول. وعزيزة، عزيزة عرفت؟ لا لسه، وطبعا أنا ما أقدرش أقابل عزيزة دلوقتي قبل ما أعرف إيه اللي ممكن نعمله عشان الحكاية دي. مظبوط. طيب إيه اللي ممكن نعمله علشان نرجعه؟ والله أنا بحاول من خلال الجرنان عندي أوصل لحد يكون هناك يحاول يوصله. كويس، إيه تاني ممكن يتعامل؟ غير كده بقى الدكتور طموم بيحاول يسأل في الداخلية. طب وأنا أنا أقدر أعمل إيه؟ والله أنت تقدري زي ما بنشوف بره تستخدمي مخبر مخصوص يسافر للأماكن دي لحد ما يوصل. صح، مظبوط، أنا هكلم مكتب الطلبة. بس هيفضل السؤال، هو ممكن يوصل لكن ممكن يقدر يقنعه يرجع مصر ولا لا؟ تعرف مين يقدر يقنعه؟ انت. انا؟ ايوه انت يا رؤوف، انت الوحيد اللي تقدر تقنعه. يا سلام يا سلام لو ده يحصل، وساعتها انا اجيلكم ان شاء الله، حتى اجيلكم بطياره خاصه واجيب انيس العزيزه. ايوه ادخل بيه كده على بيتهم، على عزيزه وولادها. ياه تخيل ده ممكن يداوي الجرح اللي بيني وبين عزيزه قد ايه. شريف، شريف جوز عزيزه عايش؟ موجود يا شريف؟ موجود؟ ايوه موجود. ممكن افهم ايه الحكايه؟ هو واللي شفته معاه على المحطة أنيس. طب استنى شوية، خليكوا جوا قريبين. افتح يا عبد. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا 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 وسهلا، الحمد لله على السلامة يا أخي أنيس، الحمد لله على السلامة. تفضلوا تفضلوا سموا معايا. كل نفسنا والحمد لله. طيب اقعدوا تفضلوا. المية يا حسن. لقد أديت عملاً عظيماً يا أخ أنيس. الجهاد في سبيل الله حين يكون في أقصى الأرض. أنا مش جاي أتكلم عن الجهاد وأنواعه. ماذا قلت؟ الحقيقة الأخ أنيس غضبان ومتألم بعض الشيء مما يعتقد أنه تقصير من الإخوة. أنا ما جيتش من الفيوم لحد إسنا عشان تتكلم بدالي. ها؟ يا حسن كلهم يعلقوا على الشاي. حاضر يا حاج. تكلم يا اخ انيس. اكيد انت ما سمعتش عن حشاد ولا حد كلمك عن تهاني، بس تصدق بالله انت اسوأ منهم بكتير. انا اسوأ من من؟ يا ريت توضح اكثر يا اخ انيس. انت غاضب وساخط وانا هنا اسمع لك واريحك. انا مش هيريحني غير شيء واحد. ما هو؟ اعرف مين اللي اداك الحق تعري ظهري وتكشف عرضي وانا مش موجود، واسيب عيالي من غير مال ولا سند وانا في الغربه، واسال عنهم تقولوا كل شيء تمام، كل حاجه بتوصلهم في الوقت المناسب، وكل شهر بنسال عليهم. فعلوا كل ما في استطاعتهم، لكن زوجتك بقى هي السبب. تعرفني تقول مش من حقك تمنع عنا اي خبر، وخبر المصيبه دي بالذات. على الاقل كنت رميت نفسي من فوق جبل هناك وما رجعتش. ارجع ازاي؟ انا جريت على البيت زي المجنون، عايز اسمع صوت عيل من عيالي او اشوف اي حد فيهم. ايدي بردت مني واتجمدت، ما قدرتش اخبط على الباب، حسيت ان انا مشلول وجريت وهربت زي الراجل الجبان. خفت لحد في الحاره يقول لك شوف الراجل اللي سايب عياله السنين دي كلها. ان اولادك بخير وزوجتك تقوم بواجبها، وانت تقوم بواجب لا يقدر بثمن، ولا يسأل الإنسان بعدها عن أجر أو مال. أجر أو مال؟ ما أنا ماليش حق إن أنا أسأل، لكن أنتوا لكم حق تسألوا وتعرفوا كل حاجة. ماذا تعني يا أخ أنيس؟ لو أنت مش عارف
امال الشحم واللحم اللي انتوا ربيتوه ده منين؟ واضح انك رجعت متعب ومرهق النفس يا اخ انيس ومحتاج للراحه. انا محتاج لرد. مين قبض تمن المحنه دي؟ اتقسمت بينكوا ازاي؟ تعال انت اللي قاعد مرتاح والاكل كابس على نفسك قول لي بتكسب كم التجاره دي؟ بتكسب كم على الراس؟ تجاره واستثمار فيا وفي الغلابه اللي زيي، ومش مهم عيالي يتشردوا ينحرفوا، مش مهم. قلنا اسرتك بخير، وبدل كل هذا الكلام سيطر على اسرتك، ادخل اولادك في طاعه الله. فتح الله عليك يا شيخ. يا اخ انيس، يا اخ انيس، يجب ان ترد زوجتك الى الصواب. ارد زوجتي للصواب؟ زوجتك يا اخ انيس تعيش بين الرجال على مركب صغير، تعمل بينهم كانها واحد منهم، ترتدي سروالا مثلهم، بنطلون. وبعد ده كله جاي تطعنوا في عرض مراتي قدامي حتى نردك الى الصواب؟ لان اللي بيحصل ده يا اخ انيس ملوش غير معنى واحد بس، هو ان الحكومه تلقفتك في المطار عشان تعمل ضدنا وتكون عميلا للشيطان. انا عميلا للشيطان؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت في يا رب. جدع فيهم ده النجل اكبرهم وما فيش جدع فيهم، وخدنا كل جدعنا ما فضلش حاجة ليهم. من اول حشاد، من اول حشاد لحد تاني كله حلبولغة 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 حلبولغة. وفضلني خبطة واحدة خبطة واحدة وحبقى فوق الكل 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 الكل. مش هتلحق يا حجاج، تاني هتجيبك تاني، والبيت اللي شغاله عندك سكرتيره هي اصلا شغاله عند تهاني. عند مين؟ تهاني تهاني تهاني. ايه ما ده حق تهاني مش هتلحق يا شيخ، لان هشمها انا مناخيري طايله أشم على بعد كيلو، ولو حصل بقى اللي انت بتقول عليه ده وشنبك انت وحشاد ما هترجع تهاني بلاد الخواجات، وانا اللي حبرد نار الغيرة في قلبك وحقتلها. تقتل مين يا حجاج؟ سيسي
انت هنا من امتى؟ من امتى؟ من بدري. من بدري. بدري. ايه يا سيسي؟ يعني بقالك مدة ما جيتش المطرح. اركن عكازك، في حتة فاضية. قلتلك خلاص فلسع. لقاله خن الواحد ورايق. ايه محل جديد؟ ورايق قوي. يقابل فيه بقى الموزز، بيقابلهم في الروقان والكتمان. سيبنا لك بقى الموزز انت بقى، سيبنا. بس يا ريت تبطل بقى، بطل بقى وعمل حسابي يوم ابيض تخرج لك فيه الحاج عديله. شفت سمعتك وصلت لحد فين؟ ومش بعيد توصل سجن الحاضر عند عديله. الحاضر اعوذ بالله، ما تروقونا في الليل. خليك حلو. انما ايه الحكايه يا جدعان؟ وانا كل ما اجي الاقيكم بتكلموا في حكايه القتل دي، وتجيبوا السيره دي بالذات. ايه؟ تكونوش ناويين تعملوها معايا تاني؟ وبعدين سيجاره جارع، سيجاره جارع، بلاش القلب الاسود ده، حنن قلبك علينا شويه. مش قلبه اللي عايز يحن، عقله. انتوا الاثنين مش عايزين تفهموا حاجه واحده بس، ان اللي حصل زمان واللي بيحصل دلوقتي واللي هيحصل بكره السبب الاصلي فيه هي. هي تهاني برضو. يا عيني عليك يا ابني، ما تتعالج انا، ما تتعالج منها دي. البت عفرتها مكرمك في قلبك من جوه. شفت يا سيسي؟ ايه كل الدقه دي؟ مفيش حاجه جديده. في جديد يا سيدي، من ساعه ما جت تهاني قال ايه، والسكرتيره بتاعتي بتشتغل جاسوسه لتهاني. جاسوسه وعندي تهاني؟ ضحكت علينا ابو عكاز. على ايه ده كله؟ على ايه ده؟ انت واخد في نفسك قلم كبير قوي يا سيك. يا سيس احكي، هتاخد قلم دي؟ انا مش قصدي اتخانق، يعني انا عايز افهمكم وضع انتوا مش فاهمينه. تهاني مش عايشه معانا، فاكره نفسها عايشه فوق، كانها فوق عماره من بتوع امريكا ال100 دور، وهي من فوق بتبص على الناس كانهم نمل. وما بتعرفش تفرق بين النملة سيسي، النملة سيف، النملة حجاج. أنا مش نملة، حجاج عمره ما كان نملة، أنت نملة. وأنت عارف يا سيف حجاج، أنا لو دوست على الرابع أنا ممكن أوصل لندن. طبعاً أقعد بس وبطل هجايس. وبعدين ما تقول له رسيه على الخريطة عشان يفهم اللي عمره ما هيحلم بيه. غريب يا غريب، خريطة اللي بتتكلم عليها؟ انت الماء خلاص لعبت في دماغك وخربت ولا ايه؟ لسه خايف منك يا سيسى. فاكر ان احنا في العطارين يا ولدان مستنيين العظمة بتاع حشاك؟ يا ابني خلاص خلاص، السيسي خلاص شاخ، قاعد في المدرجات يشجع الصنف بس من بعيد، يقول اهلي اهلي. ماشي حجاج، انا ماشي جنب الحيط، واقعد في مدرجات الدرجه الثالثه، وانت في الملعب وفرود وبتجيب اجوان. بس اللي مجنني بقى السكرتيره بتاعتك اللي طلعت جاسوسه بتشتغل لحساب تاني. يا حجاج يا كبير. اهو نهى زي الحمار، والتاني قاعد جنبه زي الخروف الزرايب. خروف ونعجة قاعدين مع جد يشخشخ خلاص. ماشي ماشي، خروف ونعجة حمار زريبة. المهم ان تهاني، احنا في نظر تهاني ايه؟ حشرات. انت حشرة وانت حشرة وانا حشرة، يعني تلاتة في حشرة بتلاتين. كده يبقى شغل حشرة على حشرة. ما هو عشان شريف بيه يقدر يباشر اعمالك هنا لازم يبقى معاه توكيل رسمي منك. تعمله من غير ما تسألني يا متر. من غير ما اسألك؟ طبعا من غير ما تسألني. اكيد هو بعد الوصية اللي عندك في حاجة تفرق؟ تهاني هانم، بنهاوي بيه، بنهاوي باشا. اتعودت منك ان انت تفهم الامور قبل ما تحصل، والكلمة قبل ما تتقال. شريف ده هو كل دنيتي،
بعد ما كنت بشك في كل حاجة وما بثقش في أي حد، بقى هو الثقة الكاملة. تعرف أنا مش عايزاك تعمله توكيل هنا وبس، لأ، تعمله توكيل هنا وبره، توكيل في الدنيا كلها. ده أنا لما صدقت إن هو يشوف شغلي ومشاكلي. طيب بس ممكن أوضح حاجة؟ هتقولي بقى حاجات القانون بتاعتكو دي؟ لا 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 لا، الطرف الأول الطرف الثاني إذا ما فوق، أنا وشريف شيء واحد. ليه مش قادر تفهم ده؟ يا ستي مفيش حاجة في الدنيا اسمها اتنين يساوي واحد، ده حتى أختك التوأم اللي انتوا أصلكوا في الأصل واحد اتقسموا بقى اتنين. بنهاوي، مش شريف قالك إنه مش عايز حاجة تزعلني؟ قالك كده ولا لأ؟ رد علي. قالي. يبقى خلاص ما تغلبنيش. تصدقي أنا عمري ما حسيت بالغلب في حياتي قد ما أنا حاسس بيه دلوقتي. من غير ما تعلقي. حاضر يا ستي، اتفضلي تعالي نتكلم في سرعة إتمام الإجراءات اللي تخلي شريف بيه يكون هو أنا وأنا هو. حاضر يا ستي، أول حاجة بس هنحتاج لحضرتك توصلي معانا لغاية الشهر العقاري، لأن وجودك وتوقيعك مهم جدا. اعتبرني رحت. هتفسدي كل شيء بغباء. قلتلك وطي صوت، وطي صوت. طيب يعني ايه طيب؟ انت طيب؟ طيب شريف، شريف انا متهيألي انه في حد واقف ورا الباب. مفيش حد. انت عارف بيهمك؟ حرام عليك، حرام عليك بقى يا شريف. انا استعملت كتير. انا عايزه نهايه التمثيل اللي احنا فيها دي بقى. شايف وانت شاطر. حاضر. اسمعي كلامي، خليكي عاقله، خليكي عاقله لمده كام يوم بس، سامعه يا انسه؟ ما تنسيش انك انت باصرارك الغبي صممت انك تيجي. عندك حق، شريف يا اخويا. ما تخلينيش امد ايدي عليكي تاني. يا راجل انت ده، ايه اللي انت عامله ده؟ عيب عليك في السن ده اطلع منك كل ده. يا راجل انت ده، ايه اللي انت عامله ده؟ عيب عليك في السن ده اطلع منك كل ده. كلمني فهمني، كلمني فهمني، كلمني كلم كلم كلمني، فهمني فهم فهم فهمني يا كازانوفا ده. بس تعرف برضو احلى حاجة، يعني انضف حاجة عرفها المرحوم حجاج هي القصة دي، بعديها كل اللي عرفهم في النادي بما فيهم عديلة اللي هي عملتها. بعدين بقى بعدين ايه؟ مش عديلة دي اللي طلعتك وانت بتجر صندوق بعجلتين رمان بيلي وتقول بيك يا ابن حبيبي؟ انت ما تعرفش اللي في دماغي. انا اللي في دماغي بس عزيزة. عزيزة؟ ايوه عزيزة يا سيه، عزيزة انت عم خليل. عزيزة دي الوحيدة اللي بتثبت ان ذوقي حلو. عزيزة دي الوحيدة اللي بتثبت اني بستنضف. عزيزة الوحيدة اللي قلبي فتح لها بيبان. ايه شغال بواب لسه بتحب حجاج؟ حب ايه مالك؟ اللي مش من سنه كلمني. هي يا عزيزه تؤمر ادفع حياتي بس هي تقش. يا غرام يا غرام. حب ايه يا ابني؟ حب ايه وجمال ايه وحلاوه ايه؟ ده الغلب، الغلب داس على الجمال وهزقه، الغلب لبس الجمال هلاهيل
وخلى شعره منكوش. منكوش دعوة. دعوة ايه ده؟ في ايه ولا علي النعمة عزيزي دي؟ انا ممكن استناها 100 سنة. على النعمة انت راجل اهبل. هو اهبل. قال يعني انت مش اهبل. في عايز تقول ايه؟ هات من الاخر. شفت الجدع اللي اتجوز تهاني؟ سكت على الجرح. يا غرام يا غرام. ايه ده عن شجاعة ده؟ تيجي نخطفوها؟ نخطفوا مين يالا؟ تهاني يا حاج. وايه المناسبة يا ابو المساطير؟ بقى غطست المدة دي كلها وجاي تقول نخطفوها؟ صحيح انا ايه اللي خلاني قلت الحكاية دي؟ يمكن تقلت شوية في الموية. لا انت مش تقلت، انت شعشعت يالا. حلو فكرة طرح ليل انما عسل. علي النعمة في خلال يومين حنفذ. يا حجاج تجننت. اسمع يا سيف، اذا كنت انت خايف عليها ما تخوفنيش بيها. ها انا ما بخافش، اروح خالتك. انا اليوم في سكتي بشر انا اكله بسناني. فاهم ولا بسناني؟ انا قطر يا سيف، قطر اليوم في سكتي هدوسه. دي حب. اقعد يا عم فاهم. انا مش كده يا جدعان. اقعد بقى اقعد يا عم القط. مفيش حاجه يا اخوانا. بقول لك ايه، بلاش القعده الطين دي. يلا بينا نروح نشم هوا نضيف. يا مطرب يا ساكسونيا تعبنا، خد غذي نفسك. كل يوم بشوفك أجمل من اليوم اللي فات يا حبيبي يا شريف. كل لحظة بتوه بضيع، بموت في عينيكي أكتر. لا لا ده كتير عليا قوي. هو ده اللي أنا حاسه يا حبيبتي، بس في حاجة مضايقاني. إيه يا حبيبي؟ حياتك يا تهاني، حياتك قلق على طول. كانت قلق، كانت جهنم، لكن دلوقتي خلاص دخلت الجنة. تعرف ليه؟ عشان انت في حياتي، عشان انت معايا يا حبيبي. على فكرة انا قلت للبنهاوي يعمل توكيل عام هنا وبره باسمك. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ توكيل ايه؟ ازاي تعملي حاجه زي كده؟ ايه بس يا حبيبي، انت مش لسه قايل انك مش عايز تشوفني قلقانه؟ انا كمان عايز ارتاح يا شريف، مين غيرك هيشيلني؟ انا خلاص مش عايز اشوف حد ولا اتكلم مع حد ولا افكر في اي حاجه. انا عايزك انت وبس يا حبيبي. ايوه بس انا كان ممكن اشوف مصالحك من غير توكيل ولا كلام فارغ من ده يا حبيبي. خلاص انا وانت حاجه واحده، بس انا كنت عايزه اقول لك حاجه تانية وعايزك تسامحني عليها. ايه تاني يا تاني؟ اسامحك على ايه؟ انا كتبت جزء من ثروتي لاختي عزيزه. ايه زعلت يا حبيبي؟ لا ابدا. أسعد ازاي؟ ده انا يهمني قوي انك تقربي منها. انت عارفه ان انا مشغول بحكايه جوزها انيس دي. يا ريت نقدر نساعدهم يا شريف. انا فعلا اتصلت بمكتبي في لندن عشان يشوفوا لنا مخبر خاص. بجد؟ ربنا يخليك لي يا حبيبي. بس اوعي كمان تكوني كتبتي لأهل المرحوم جوزك حاجة في الوصية.
لا، الموضوع ده محسوم من زمان، من قبل ما سافر من مصر. وبعدين انا دلوقتي ما بقتش املك اي حاجه في الدنيا. انا كتبت كل حاجه باسمك. ساري، ازاي يا تهاني تجرؤي على حاجه زي دي ومن غير اذني؟ ازاي يا حبيبي؟ بس اسمعني. اسمعك ده ايه؟ الله، انت ازاي تعملي كده؟ وبعدين الناس لما تعرف يقولوا عليا ايه؟ طمعان فيكي رغم كل اللي عندي. انا مالي ومال الناس؟ انا يهمني انت وانا وبس. وبعدين انا ما كنتش عايزه اقولك، بس انا ما اقدرش اخبي حاجه عنك. لا ده لا لا، دي انت كده كده بتفسدي كل اللي بينا. اوعى تقول كده، اوعى. مفيش حاجه في الدنيا ابدا هتفسد اللي بينا. انت ايه اللي خلاك تفكري في توكيل ووصيه والكلام ده؟ ايه، هتزعل لو ما لقيتش تهاني قصادك؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا تهاني؟ انت عايزه تضايقيني وخلاص؟ زمان ما كنتش بخاف من الموت، لكن دلوقتي بخاف موت من الموت. مش قادرة أصدق، مش قادرة أتخيل إن في حاجة ممكن تبعدنا عن بعض حتى لو الموت. حبيبتي، لو أنت بتحبيني صحيح ما تفكريش بالطريقة دي. سامحني، سامحني يا حبيبي. لما تتصالحي مع أختك ومع روحك هتتصالحي مع الدنيا وهتبعد الأفكار الوحشة دي عن دماغك. تعرف زمان كان في أغنية لأم كلثوم بحبها، دلوقتي بحبها قوي قوي. تعرف إيه هي؟ إيه؟ وحشني، وحشني وانت وسط عيني. مد يا سيسي، مد وانت راكب عكاز خربان. ما تغيرها جدع، هات لك عكاز اوتوماتيك. ماله العكاز؟ ما حلو هو عزير وبيعمل 200 خطوه في الصفيحه. 200 خطوه؟ بعدين انتوا ناسيين انتوا الجوز ان انتوا السبب في العكاز ده؟ ياه، انت لسه فاكر العلقه بتاع زمان؟ فاكر يا انا كنت اضربك السكينه؟ لو النبي يابا، كان شكلك تحت المكتب. فاكر يا سيف؟ فاكر شكله ازاي تحت المكتب؟ لا، وانت انت تشد يدي من رجلي وانا اصرخ اقول لو النبي يابا. مش انا ده سيف؟ سيف اللي جاي يشدك راح بنطلونك طالع في ايده واحنا طاح. لو النبي يابا طاح. اطلع من تحت المكتب يا جبان يا خاين. تبعنا الحشادة يا ربنا، وانا عيط ودم سايح واقعد اقول لو النبي يابا. كان لازم تموت وتقطع النفس. لما انت ليه كنت بتصرخ وتقول الحقني والنبي يابا؟ مع ان حجاج شبه امك مش شبه ابوه. كنت بتقول له ليه لو النبي يابا؟ مش عارف ليه. يمكن عشان افتكرت ابويا لما كان بيخش عليا بالسيخ الحديد ويضربني وانا اقول له لو النبي يابا. وبعدين تزعل مننا عشان خاطر ضربناك سكنتين؟ ولا حته تربانه في المخ ولا كسر في الحوض؟ حاجه بسيطه يا نادر. الله، انما انتوا كنتوا بتعملوا كده ليه؟ نسيت دي ولا عايز تنسى دي بالذات؟ يعني عشان حشاد يا نتن، والمصلحة مين؟ تهاني تبيع حجاج صاحبك؟
عملت ايه سيسي؟ ولا حاجة يا توتو، ولا حاجة، ولا حاجة. لا ايه ده؟ ايه؟ انتوا عايزين تموتوني تاني ولا ايه؟ انا شامم ريحة الخيانة بتروح من بقكم. شربها يا ولاد، يا ولاد ليه؟ طب والله والله دخلت عليا. مش انت اللي تستاهل القتل يا سيسي، انت ابنكنا انا. لما تهاني اللي وراها كتير. تهاني هي السر. ما انت يا بهاد اللي حصلت نفسك في موضوع ست تهاني، وكانت النتيجة انك اتشحطت معاها في الغربة وانا ضعت هنا لوحدي. وحشانة يا بنت، والنعمة وحشاني مش قادر. بتقول ايه؟ ما يتحرق شريف على إلزة. مالك يا مخبل بتشتم في شريف وإلزة ليه؟ البنت دي هتجنني، مش لو هتجيبها البرز تاني. بتقول لك ايه عن شريف واخته؟ قال شريف ضرب إلزة. طب هات خد. ما كلمتك. الو، ايه ده الخط قطع. قول لي بقى واحكي لي انت ايه الحكايه بالظبط. ما هو اللي انا قلته لك يا ست هانم، شريف ضرب إلزة. طب ما يضربها، البنت دي احنا عارفين ومتاكدين ان عيارها فالت مخبوله يربيها. الكلام ده في حارتكم يا دمراني. شريف ما هو زي جوز اختك، يضربها بالحزام ويفقعها في دماغها بالقله. امال ايه يا ست؟ كلام بياعين السمك مظبوط. يا نهار انت ايه اللي جابك هنا يا ولية؟ انت اهل العيال يجوا يرموا الست دي والراجل ده بره. لمصلحتك تسمعيني وسيبك من اسلوب الحواري ده لحظه. نهارك مش فايت النهارده. انت جايه عاوزه ايه يا ولية هنا؟ اخر فرصه واخر انذار للبنت. مين؟ تهاني؟ تكفر عن جريمتها وترجع اللي سرقته مننا. سرقته؟ سرقت ايه منكم يا الطاف؟ انت يا اختي مش اتفقتي مع المحامي وحشاد يوم ما دخل اخوك المجنون المستشفى؟ مش ده اللي حصل يا وليه؟ تهاني هتدخل مطرح عصمت، هتفقد عائلها وتفقد كل شيء في لحظه. قدامها فرصه اخيره قبل ما يقتلوها ويدسوها انشراح. يا نهار يقتلوها؟ بتقول يقتلوها؟ هما مين دول يا اختي اللي هيقتلوها؟ حساب البنت مش بس معانا يا انشراح، لا، مع نفس الكلاب اللي استخدمتهم واللي اتامروا معاها باستمرار واللي خطفوا عصمت. قلبي كفايه يا جماعه، الاعصابي تعبت. وقت الحساب مش هيلاقوا غيرها يشيلوا الحساب مره واحده. ليكي حق يا اختي، ما هي غلطانه انها تدفع لك وتصرف على اخوك المجنون. الفلوس اللي بتدفعها دي حق خدامين عبد القادر، وفلوس المستشفى بتدفعها خوف من عصمت، لكن حقنا وحق عبد القادر لسه. ومتفقه مع مين المره دي بقى يا الطاف؟ ما انت اكيد مرتبه حاجه. مرتبه مع نفس الكلاب اللي استخدمتهم. يلا يا حجام استني هنا. ايه ده؟ استنى فين؟ شيلي ايدك الزفره دي يا بياعه السمك. دي فرصه وجبتها لحد عندك وبعدها الهلال. عارفه انا رايحه فين دلوقتي؟ نازله مصر حالا. وعارفه ليه؟ هيحصل شيء مهم خالص هتسمعي عنه بعدين. استني يا وليه انت هنا. استني يا وليه انت هنا. الوليه دي ما تخرجش سليمه ابدا. سيبيها تغور. خلاص استهاني وخلاص. انا كنت ناقصاها دي كمان. ده اللي بيحصل ده دمراني؟ ايه اللي بيحصل؟ انا زيك استهل، مش عارف ايه اللي بيحصل. ده الموضوع ده عامل زي حكايه السقه. طب ما هو التليفون. ايوه يا رؤوف، شريف عمل اتصالاته بلندن، وصل لمخبر خاص ممتاز. بس انت لازم تفوت على عزيزة وتطمنها. ايوه لازم تقولها طبعا وتعرف يا اخي، توري لها صورة انيس. ايوه لازم تعرف ان هو عايش، وتقولها ان انا مصرة ان انا ارجعه لها. طيب بقولك ايه، لو اتأخرت في اسكندرية لازم تطمني. ها، تتصل بيه ضروري. اوكي، اورفوار، مع السلامة. ايه ده؟ ايه اللي بعدك بعيد عنك كده؟ انت مش عارفه انك بتوحشيني يا حبيبي. وحشتك؟ طب ما انا معاك اهو. طب قربي شويه. صباح الفل يا حبيبي. صباح الفل. ايه اللي ملبسك كده؟ الله، انت نسيت. نسيت؟ فكريني. الاستاذ بنهاوي تحت عشان التوكيل. فعلا نسيت. عارفه ليه؟
أنا مش لازم نرجع نتكلم في الحكاية دي تاني. بالظبط يا حبيبي، مش لازم نتكلم في الموضوع ده تاني، عشان خلاص بنهاوي يحضر الورق وكل شيء جاهز. ولو سمحت بقى ما تطلعنيش عيلة قدامه، ممكن حبيبي يقوم ياخد دش بسرعة وأنا هحضر له الفطار بنفسي، وكمان إيه عامل لك فطير مشلتت وعسل. مين؟ هلو ماي براذر، ازيك يا شيري؟ تيتي انت على طول كده في حاله حب وغرام، وهو في احلى من الحب؟ بعدين معاك يا إلزا، مش لازم تفتح البيبان فجاه كده على الناس. سعيد خد الباب وراكي. حاضر. شيف ليه قاسي معاها قوي كده؟ انت مش شايفه عميلها؟ يا راجل حرام عليك، الثلاجة لسه جديدة، شيل الجردل من عليها وافرش جرايد ولا حاجة. ما شاء الله المخزن بقى زي الفل. ربنا يبارك لنا فيه يا رب. ايه يا حبيبتي اللي رجعك بدري كده من المدرسة؟ مفيش، حسيت اني تعبانة شوية. تعبانة؟ ليه؟ ده انت دافية، اوعي تكوني خدتي برد. يمكن، على العموم هبقى كويسة. طب اطلعي انت على فوق اعملي لك حاجة سخنة وريحي في السرير، اوعي تعملي حاجة في الشقة، أنا هطلع أعمل كل حاجة. يلا حبيبتي يلا. ماما. ايوه حبيبتي. في حاجة كنت عايزة اقولك عليها. خير؟ انا شفت بابا امبارح.